بسم الله، من الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نخلي شغل الريفت قريب من الاوتوكاد بعد امر الاظهار والاخفاء. يعني بدايه لو انا عايز المشروع كله اثر عليه، بروح لقائمه مانج، بلاقي الاوامر اللي بتاثر على المشروع كله، مش على الفيو، لا على المشروع كله. يعني مثلا ممكن اخش على اوبجكت ستايل، من اوبجكت ستايل بلاقي ان يقول لي مثلا ايه الوول هيبقى تخانته كذا. يعني مثلا الوول اهوت، عايز اخلي السمك بتاعه في البروجيكشن مثلا اربعة، اربعة بيبقى تقيل، واحد ده اخف حاجة. نفضل نكتر لحد ما نوصل لستاشر، ده اكتر حاجة، ده طبعا اللوحة بتبقى ظلام تام. هنا لو انا قاطع في الحيطة، يعني الحيطة عندي انا قاطع فيها هيبقى سمكها قد ايه. البروجيكشن لو هي الحيطة اصلا مش واصلة لحد خط القطع بتاعي، تمام، هخلي دي أربعة ودي أربعة. اللاين كولر بتاعها إيه؟ تمام، دي الإعدادات العامة للمشروع كله. إنما لو أنا جيت في فيو معين وخصصت حاجة، خلاص التخصيص ده هو اللي هيتعمل بيه في الفيو دوت. يبقى الأوبجكت ستايل ده للمشروع كله، تمام، كل الفيوهات. بس ممكن أنا أجي في فيو أقول له لأ، بدل ما ده مثلا تلاتة، لأ خلوا لي خمسة، خلوا لي ستة زي ما أنا عايز. تمام. طيب لو انا عايز اشوف التأثير بتاعي، ده تايم لاين، ممكن اكتب تي ال، يبدأ التأثير يظهر ويختفي تي ال تاني. تمام. طيب لو انا عايز جزء معين ياخد شكل معين او يختفي، انا ممكن اقول له مثلا عايز اخفي مثلا الاعمدة كلها، اقول له في في وادخل على الاعمدة الشقي structure column اخفيها تماما، ماشي كده اختفت تماما، مبقتش موجوده. طيب لو انا عايز اخفي جزء معين، يعني عايز ترابيزه معينه اخفيها والترابيزه الثانيه ما اخفيهاش، اجي هنا اقول له اتش اتش اللي هي اخفاء، اللي هي من عند النضاره ديت، بقول له هايد element، هايد element، اقول له ابلاي. كده انا وافقت على الالغاء دوت. لو ما قلتوش ابلاي خلاص يبقى دي حاجه مؤقته. طيب ممكن اجي لو انا عايز اخلي حاجه معينه بلون معين وبقيه الشغل بلون تاني، يعني ممكن يكون عندي مثلا ثلاث كراسي، عايز اخلي واحد فيهم بلون والتانيين باللون العادي، يبقى خلاص اعلم على واحد فيهم، ادوس رايت كليك واقول له اوفر رايت باي اليمنت او باي كاتيجوري، اقول له باي اليمنت، اقول له العنصر ده بالذات خلوه لي تقيل في السمك بتاعه، بدل ما كان واخد لون رمادي لا خلوه لي تقيل، وخليه الباترن بتاعه بالشكل دوت. ده البروجيكشن لاين. طب وكات لاين، اقدر ادخله كات لاين، واقدر ادخله سيرفيس باترن، واقدر ادخله كات باترن، ابدا ادخل الاعدادات اللي انا عايزها. ممكن اخليه خفيف، ادي له هافتون، تمام، بالشكل دوت. فاحنا شفنا لو انا عايز اثر على المشروع كله من الاوبجكت ستايل، لو عايز اثر على الفيو بخش بالفي في وابدا اظبط الاعداد بتاعتي، لو انا عايز عنصر معين هروح دايس عليه رايت كليك واقول له اوفر رايت، يبقى ده اللي هيمشي في العنصر ده.